بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب الصف الثاني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل في هذا الأسبوع إلى الدرس الثاني والفصل الثاني، ونتكلم عن الدرس الأول في هذا الفصل وهو المحاليل والدائبية. ولكن قبل عزيزي الطالب، لابد أن نهيئ أنفسنا لهذه الوحدة بتجربة استهلالية صفحة 35 لتتحدث عن حجم الجسيمات ومعدل الذوبان، لماذا نصنع بعض المواد الغذائية على هيئة مسحوق قابل للذوبان في الماء، وأيضا أيهما يذوب أسرع، ملعقة من حساء الدجاج أم مكعب من حساء الدجاج له نفس كتلة المسحوق، ولماذا؟ حساء الدجاج يمكن أن يكون على هيئة مسحوق هو الماجي المعروف، أو يكون على هيئة مكعبات. بالتأكيد يذوب حساء الدجاج في الماء بسرعة أكبر مما لو كان في صورة مكعب، والسبب أن المسحوق مقسم إلى جزيئات أصغر، لذا كلما تحدثنا سابقا عن أنه كلما زادت مساحة السطح، وهي دائما تحدث بالتقطيع، نلاحظ هذا في تقطيع البطاطس والأشياء التي يستخدم لها زيت الغلي والأشياء التي نريد تذويبها، وكلما زيدنا مساحة السطح في التقطيع زادت المساحة المعرضة لكمية أكبر من المذيب، لذا تتعرض جسيمات المسحوق لكمية أكبر من الماء، وستكتشف في هذه التجربة أثر حجم جسيمات المادة في معدل ذوبان. تجربة صفحة 35. مطلوب أيضا عمل مطوية صفحة 35 لتصنيف المحاليل في أثناء قراءة السطح اعتمادا على حالتها، ودونها تحت الجزء المناسب في المطوية إلى ثلاثة أجزاء، هي المحاليل السائلة والمحاليل الغازية والمحاليل الصلبة. أيضا عزيز الطالب، توجيه القراءة وتركيزها اللي هي الجدول قبل قراءة السطح وبعد قراءته، هي العبارة هل أنت موافق عليها أم غير موافق كما فعلنا في الفصل السابق. المحاليل والذائبية. عزيزي الطالب، أرجو قبل هذه الحصة أن تجهز في دفتر العلوم الذي طلبت منك مرارا أن يكون معك عند بداية كل حصة علوم. اكتب ما تعرفه عن المحاليل كما هو موضح أمامك. يمكنك أن تستغل صفحة كاملة أو عدة صفحات. ما أعرفه عن المحلول، إنما يذكر لك عبارة محلول ما الذي تعرف، وما هي الأشياء التي لا تعرفها وترغب في أن تعرفها. وفي نهاية الدرس أرجو عزيزي الطالب أن تكتب ماذا تعلمت عن المحاليل والمخالط في نهاية الأسبوع. أهداف هذا الدرس أن تميز بين المادة النقية والمخلوط، والشيء الآخر أن تصف عزيزي الطالب نوعين مختلفين من المخالط. طيب، المفردات الجديدة التي سنتناولها في هذا الدرس: المادة النقية، المخلوط الغير هو المخلوط غير المتجانس، المذاب، المحلول المائي، المخلوط المتجانس، المذيب، الذائبية، المحلول الراسب، المحلول المشبع، التركيز. بعد نهاية الدرس وفي نهاية الأسبوع يجب أن تكون عزيزي الطالب ملم بكل هذه المصطلحات والمقارنة بينها وإيجاد الفروق وما تدل عليه كل عبارة من هذه العبارات. طيب عزيزي الطالب، ما أوجه الشبه والاختلاف بين المشروب الغازي وعصير الليمون؟ نعم، ممتاز. كلاهما مادة سائلة، كلاهما مكون من عدد من المواد، كلاهما يحتوي على الماء،
طيب ما هي أوجه الاختلاف؟ ما هي أوجه الاختلاف؟ نعم، هل أستطيع أن أفصل مكونات المشروب الغازي باستخدام المصفاة؟ لا، لأنها متجانسة أو مرتبطة ببعضها ولا يمكن أن أميز شيء، المصفاة لا تميز شيء بينها، لكنها أستطيع أن أفصل بعض الأشياء من عصير الليمون اللي هو لب الليمون المتبقي بعد التصفية الأولى وإلى آخره. إذا كلاهما محلول مائي وتشبه، يوجد في عصير الليمون مواد صلبة وسائلة، في حين أن المشروب الغازي يحوي غازا مذابا في الماء، وهذا وجه اختلاف. يعني وجه الاختلاف إنه هذه فيها مواد صلبة الليمون، والمشروب الغازي به غاز، وسنرى كيف يمكن إذابة الغاز وكيف يمكن إذابة المواد الصلبة وما هي الاختلاف. السؤال الثاني، هل الماء النقي يماثل عصير البرتقال؟ كيف نفسر ذلك؟ فكر في الإجابة عزيزي الطالب على نفس النحو الذي تحدثنا فيه عن الصورة السابقة. نعم بالتأكيد، يختلف الماء النقي عن الماء المالح وعصير البرتقال غير المصفى، ويمكن لعلم الكيمياء أن يفسر هذه الاختلافات. فكر عزيزي الطالب مثلا في الماء النقي، وبغض النظر عما يتعرض له من عمليات فيزيائية، والمقصود أن بعمليات فيزيائية هي التبخر والتجمد وغيره والغليان، وأيضا عمليات الرج والضغط، في كل هذه الحالات يظل الماء ماء. إذا جمدنا في الفريزر أو بخرنا بواسطة الغلاية حتى بخار الماء عندما يتكثف يرجع ماء، فيظل ماء. ولكننا إذا أحضرنا ماء من البحر وقمنا بغليه إلى أن وصل إلى درجة الغليان، ما الذي يحدث؟ نعم، تنفصل الجزيئات وتتبقى جزيئات الملح في الإناء الذي تم فيه التسخين، وأيضا كذلك عند تصفية عصير البرتقال ينفصل عنه اللب. علم الكيمياء يفسر هذه الاختلافات. كيف يفسر ذلك؟ يعتمد الجواب عن هذا السؤال على التراكيب الكيميائية للمواد. فقسمت المادة بناء على ذلك إلى نوعين، مثلا الماء على اليمين هو مادة نقية، إذا يمكن أن تكون هنالك مادة نقية، وحتى المادة النقية لها تقسيمات سنتناولها بالتفصيل. أما الصورة على اليسار وهي العصير البرتقال وبه لب وبه ماء وبه غيره يسمى مخلوط. ولمعرفة الفرق بين الاثنين، لاحظ معي هنا عزيزي الطالب، الماء يظل ماء في حالات ثلاث، سواء كان بخار أو ثلج أو ماء سائل. طيب تجربة سريعة، نتذوق الماء والثلج ونميز بينهما من حيث الطعم. طبعا حتى لو ما جريت هذه التجربة الآن أنت على علم بالمذاق. ميز بينهما، هل هنالك فرق بين الطعم بين الثلج والماء؟ هل هنالك فرق بين اللون؟ هل هنالك فرق في الرائحة إذا كانا نقيين ولم تمسهما أي مادة أخرى؟ طيب ما الذي نشاهده في إبريق الماء عندما يتبخر منه الماء بكامله؟ بخار، وهو بخار الماء، إذا الماء يظل ماء إذا هو نقي. ولكن إذا كان الماء به جزيئات ملح سيترسب ملح أبيض، وهذا دليل على أن ما نراه أيضا عند تصفية البرتقال هو مشابه لهذا الشيء اللون. كيف يفسر علم الكيمياء هذه الاختلافات؟ طبعا يعتمد على التراكيب الكيميائية كما قلنا. طيب هل تفصل تصفية عصير الليمون مكوناته بعضها عن بعض؟ نعم، ولكن تصفية الماء لا تفصل مكوناته عن بعضها البعض، وإذا ماذا يتطلب فصل مكونات العصير خطوة جامعة؟ إذا افترضنا أنه كل المكونات لا تتصل بصورة كاملة، ماذا يتطلب فصل مكونات العصير خطوة جامعة؟ يتطلب عملية فيزيائية أخرى، هناك عمليات تمكننا من الفصل الكامل، يمكننا أن نبخر الماء ونكثفه مرة أخرى ليعود. إذن عملية التبخير يمكن أن نبخر المواد المذابة في الماء عندما نبخر الماء في درجة حرارته العادية.
إذن قلنا أنه أن المواد تقسم إلى مادة نقية كالماء ومصاريف كما رأينا في الأمثلة السابقة. طيب المادة النقية لها نفس الخصائص والتركيب زي ما ذكرنا في الماء، سواء كان ثلج أو بخار أو ماء سائل، فلا يمكن تجزئتها لمواد أبسط العمليات الفيزيائية زي التبخير والتجمد والغليان والرج وغيرها من العمليات كما ذكرنا في الماء. طبعا ليس الماء هو المثال الوحيد للمواد النقية، لكن الآن مبدئيا حتى تفهم معي عزيز الطالب ما المقصود بالنقي خذه كمثال. أنواع المادة النقية قلنا لها عدة أنواع، منها الماء اللي هو مركب، ومنها عناصر مثل الأكسجين. طبعا عناصر كثيرة، الأكسجين هو عنصر وهو مادة نقية إذا كان موصول في أسطوانات الأكسجين. النحاس لوحده هو مادة نقية، الحديد النقي من غير صدأ هو مادة نقية، الزئبق المجموع في إناء معين هو مادة نقية. أما المركبات مثل الماء في جميع حالاته سواء كعطل أو سائل أو غاز، السكر هو مركب ولكن لوحده يظل مادة نقية ولم ندوبه في الماء أو نخلطه بشيء آخر. ثاني أكسيد الكربون أيضا هو مادة نقية لحاله من غير أن يختلط بغيره من المواد. طيب هل يعتبر الماء المالح مادة نقية؟ نعم عزيزي الطالب، نعم ليس مادة نقية لأنه فيه مادتين. إذن المادة النقية يمكن أن تتكون من مادتين وأكثر، الماء مخلوط من الملح، الماء المالح مخلوط من الملح والماء، ودائما المخلوط يكون مكون من مواد غير مترابطة بنسب غير محددة، يعني غير المركب. المركب دائما في ترابط بين ذراته و بيكون بنسب محددة، لكن المخلوط يمكن أن نفصله لحتى نجاوب الإجابة بصورة. إذا كان الملح ولا غيره ولا ماء، ننظر إلى شيء واحد، هل يمكنني أن أفصل هذا المحلول بطريقة فيزيائية معينة من الطرق آنفة الذكر أو غيرها، يعني بالتسخين بالتبخير بأي حال من الحالات؟ بالتأكيد إذا نظرنا إلى الملح أو الماء المالح يمكننا أن نفصل الماء المالح إلى جزئين هما الماء النقي والملح عن طريق عملية تبخير الماء. إذا قليل الماء يفصل الملح عنه إلى درجة، إذا قليناه إلى درجة التبخير. طيب إذا المخلوط مكون من مواد غير مترابطة بنسبة غير محددة، هذا اختلاف المخلوط عن المركب، ويمكن فصل بعضها عن بعض بالعمليات الفيزيائية. العمليات الفيزيائية مثل ماذا؟ نعم التبخير، التسخين، الرج، التجميد إلى آخره، التصفية، الترشيح، التصفية نسميها ترشيح طبعا إذا استخدمنا المرشحات. طيب بالتعاون مع زملائك الذين يمكنك التواصل معهم الآن ومن خلال المواد الموجودة أمامك يمكنك أن تصنع مخلوط، والأفكار كثيرة لصناعة المخلوط. كيف يمكن فصل مكونات من الملح والرمل؟ نفكر في طريقة يمكننا أن نفصل بها مكونات الملح والرمل. ممتاز، يمكننا أن نفصل، لأن الملح يذوب والرمل لا يذوب، نفصل الملح عن الرمل ونرشحه ليترشح الرمل في الأعلى وينزل الملح إلى الأسفل. وقد يقول قائل آخر إذابة ثم ترشيح وتبخير، يعني بعد كده نبخر الماء الذي رشحنا به ونتحصل على الملح في الأسفل في أسفل الإناء والرمل في الأعلى في المصفاة أو الورقة التي استخدمت في الترشيح. كيف يمكن فصل الخليط من الملح والسكر؟ أيضا طرق كثيرة يمكن أن تستخدم، ويقترح أحدهم أن نوضع الخليط بجانب منزل للنمل باعتبار أن النمل يأكل السكر ويترك أو يجمع السكر ويخزنه في الداخل ويترك الملح. وطبعا في طرق أعلى تطور وأعلى تقنية اللي هو لكل واحد درجة انصهار معينة يمكننا أن نضبط بعملية ضبط حرارة معينة لينصهر أحدهما ويظل الآخر في الحالة الصلبة، والذي انصهر يمكن أن يجمع لوحده وقد يرشح يبخر و يكثف مرة أخرى حتى نتأكد من نقائه. طيب طرق فصل المواد هناك نوعين من طرق فصل المواد، إما طرق فصل فيزيائية أو طرق فصل كيميائية. الاختلاف الأساسي بينهما
الطرق الفيزيائيه لا تؤثر على تركيب الماده زي ما شفنا في عمليه التبخير والتجميد والتجفيف وغيره، والماده تظل كما هي لكن تتغير حالتها. عمليه التصفين وعمليه الترشيح او استخدام المغناطيس لجذب الحديد مثلا او الاشياء التي تتاثر بالمغناطيس. اما طرق الفصل الكيميائيه تؤثر في تركيب الماده زي بعض عمليات التصفين قد تنتج مواد جديده او يتبخر جزء او تنفصل ذرات معينه فيتغير تركيب الماده. عمليه التحليل الكهربائي هي عمليه تستخدم عمليه كيميائيه تستخدم للفصل ايضا. هذا هو المثال، يمكن هذا الترشيح على اليسار وعلى اليمين هو استخدام المغناطيس. طيب لماذا لا يعد مخلوط برادة الحديد مع الرمل أو عصير الليمون الطازج من المواد النقية؟ ممتاز، لأنه يمكننا فصلهما بالطرق الفيزيائية. الحديد يظل حديد سواء جذبه المغناطيس أم لم يجذبه تركناه في الرمل. العصير يظل عصيرا وهو مكون من برتقال وماء سواء رشحناه بالمصفاه ام لا. اذا يمكن فصلها جميعا بعمليات فيزيائيه. طيب انواع المخالط، عرفنا الان انواع الماده النقيه انها اما مركب او عنصر، واخذنا امثله على المركبات والعناصر. فما هي انواع المخالط؟ تنقسم المخالط الى جزئين اساسيين، هما المخالط غير المتجانسه. في هذه الحالة تكون المواد فيها غير موزعة بالنظام. تخيل عزيزي الطالب أنك تقوم بتجهيز طبق للطبق، هل ستترك في المساحات محددة من الطبق في كل مكان؟ إذا أخذنا مساحة معينة ومساحة مثلها في مكان آخر من الطبق، فنكتب نفس الكمية من الخيار ونفس الكمية من البقدونس ونفس الكمية من المكونات الأخرى؟ لا، بالتأكيد ستكون بصورة عشوائية، وقد نجد جانب من جانب الطبق تتركز فيه كمية محددة من أحد المواد، فبالتالي تكون غير موزعة بالنظام ويسهل فصلها. مثل الطبق ممكن بعد لحظة أقدر أستطيع بسهولة بالنظر أفصل الخيار عن الجرجير عن البقدونس عن غيره من المكونات الموجودة. إذا من هنا وضح تعريف النوع الآخر اللي هو المخاليط المتجانسة. المخالط المتجانسة تكون المواد فيها موزعة بانتظام دون ارتباط، أي بمعنى أن بالعين المجردة لا يمكننا أن نميز. طبعا الحليب مثلا مكون من الماء ومكونات أخرى من معادن وأملاح وكالسيوم وغيره من الأشياء، لكن لا يمكننا أن نميز أي من هذه المكونات في الحليب. إذا تكون موزعة بانتظام دون ارتباط بين جزيئاتها ويظهر فصل مكوناتها، مثل محلول السكر. إذا لدت السكر إذابة تامة في الماء لا يمكننا أن نحدد نقول والله في هذه النقطة هذه ذرة سكر وهنا ذرة ماء وهنا جزيء ماء وهكذا. إذا يمكننا الآن إذا ذكرنا أي مثال لأي مادة غير نقية، مادة غير نقية نسميها مخلوط، يمكننا أن نحدد هل هذا المخلوط متجانس أو غير متجانس. طيب اذكر نوع المخلوط المكون منه المثلجات في الصوره السابقه، اذا هو من سكر وماء والى اخره. نعم ممتاز، هل يمكنني ان اميز الماء من السكر من المكونات الثانيه؟ لا، لانها كلها متجانسه مع بعضها البعض. اذا نوع المخلوط هو من انواع المخاليط المتجانسه. طيب تجربه عرض سريع اللي هو نشاط كسر حركي، مقارنه بين المخلوط والمركب. عشان ما نلخبط، المركب مكون من مادتين نعم، لكن المخلوط مكون من مادتين، ما هو الفرق؟ وعاءين تضع فيه احدهما كرات زجاجيه، كرات العاده التي تستخدم الدائره هذه، والوعاء الاخر تضع فيه كرات مختلفه. ايهما يمكن فصله بسهوله؟ ايهما يمكنني ان اميز بينه وافصله بسهوله؟ ممتاز، كرات الزجاجيه يمكن فصلها بسهوله. إذا هذه تعتبر مخلوط. أما كرات الصلصال تمثل المركب لأنه ستلتصق ببعضها البعض وبينها ترابط. العبارة الأساسية لابد أن يكون بينها ترابط حتى تعتبر مركب. طيب ممكن أيضا تجربة أخرى، الفرق بين المخلوط والمركب، نستخدم نحاس وكبريت. لا أنصح بإجراء التجربة، لكن افهم معي التجربة جيدا كيف نصنع منها مخلوطا ومركبا.
قارن بين باقي الديون. طبعا هنالك اسم اخر للمخلوط المتجانس وهو المحلول. طيب في هذه الحاله اذا طحنا النحاس براد النحاس وخلطناه مع الكبريت سيكون مخلوط، لانه يمكن بعد بسهوله ان استطيع انه اغسل النحاس، لان الكبريت يكون موجود بسهوله واغسله. لكن كيف نصنع منها مركب؟ اذا سخنا الكبريت كعنصر مع النحاس يتكون مادة اسمها كبريتيد النحاس، وهي مادة تختلف تماما في الخواص عن كل من النحاس والكبريت لوحده، وبالتالي هذا يعد مركبا. ما الاسم الآخر للمخلوط المتجانس؟ وقلنا نسميه المحلول. إذا المخلوط عندما يكون متجانسا يسمى محلولا، وسنتحدث لاحقا عن كيف تتكون المحاليل وما هي أنواعها. الواجب صفحة 47 رقم 1 و اثنان، اختبر نفسك. أعزائي الطلاب، إلى لقاء آخر في حصة قادمة نواصل في نفس الموضوع. أسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.